بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن النوع الثاني من خرائط التدفق، في النوع الأول خدنا خرائط التدفق البسيطة، وفي النوع الأولاني ده كان في عندي مجموعة عمليات متتالية، يعني على سبيل المثال بداية الخريطة، إدخال، إجراء عملية حسابية، وبعدين إخراج، وبعدين نهاية الخريطة. طبعا دي مجموعة عمليات متتالية بتنفذ بصورة مبسطة ورا بعضها، مفيش فيها احتمالات يعني. اما التفرع فانا عندي احتمالات، يعني على سبيل المثال ان انا عندي بداية الخريطة وبعدين ادخال وبعدين بختبر قيمة معينة بناء عليها اتخذ هذه المجموعة او هذه المجموعة، ويبدأ بقى يبقى عندي ايه مجموعة احتمالات. هنا مثلا ممكن هنا نعمل عملية كذا او نعمل عملية كذا، وبعدين هنا مثلا طباعة وهنا طباعة، وفي النهاية بيوصل الأمر نهاية الإيه الخريطة. يبقى أنا عندي هنا مجموعة أولانية وهنا مجموعة تانية، بناء على الشرط ده ممكن تبقى نتيجته يعني بختبر ترو أو فولس. يعني هلا أقول له مثلا العدد إن ده لو هو سالب اتخذ هذه المجموعة من الخطوات، لو هو موجب اتخذ هذه المجموعة من الخطوات. فأنا عندي احتمال، الاحتمال الأول والاحتمال التاني، واللي احنا بنسميه تفرع أو برانشنج. ارسم خريطة تدفق لطباعة كلمة ناجح بحيث أن تكون ايه الدرجة المدخلة أكبر من ايه من أو تساوي 50. يعني هيبقى في درجة أنا هدخلها، لو الدرجة دي أكبر من 50، هفترض أن الدرجة دي اسمها ام، يبقى الدرجة دي لو أكبر من 50 أو بتساوي 50 يبقى الطالب ده ايه ناجح. طيب لو هي غير كده يبقى هتنهي الايه اند، هيبقى هننهي الايه البرنامج. طيب تعريف المشكلة: المخرجات طباعة كلمة ناجح، المدخلات درجة الطالب هنقول هتسميها ام، اوكي درجة ام باختصار لكلمة مارك. المعالجة الحل: اذا كانت قيمة اكس اكبر من او تساوي 50 يطبع كلمة ناجح. طب غير كده هيعمل انهاء البرنامج او يعمل اند. ادي البداية، ادخال درجة ماشي هنسميها اكس مفيش مشكلة، اذا كانت اكس اكبر من 50 اذا اطبع كلمة ناجح، غير كده هاي. يبقى دي الخطوة التالتة ودي الخطوة 3-1. يبقى دي بداية الخريطة: start enter x او read x او input x، اي لفظ يعني. لو الاكس هنا رمز الايه رمز القرار، ورمز القرار ده خارج منه الاحتمال يس والاحتمال نو. يبقى اكس اكبر من او يساوي 50، يس معناها ان درجة ان الطالب ده ناجح فاعمل برنت كلمة ايه ناجح. طب نو معناها ان الطالب ده مش ناجح، فتنهي الايه تنهي الخريطة او تنهي البرنامج. طبعا في احتمال تاني يقول لك ايه ادخل لو او اطبع كلمة ايه راسب. ففي الحالة دي هيبقى اذا كانت درجة الطالب اكس اكبر من او تساوي 50 اذا اطبع كلمة ناجح، وهنتقول له اذا كانت درجة الطالب اكس اقل من 50 اطبع راسب. طب هنعمل ايه؟ يبقى السهم ده بدل ما يروح عند الانهاء هنعمل ايه هوم ناخد القلم ده في الحالة
عادي يبقى نو هنا نو ولسه، وهنا برنت راسب، وبعدين السهم ده متتالي، والاتنين يروحوا لايه؟ لاند. في كلا الحالتين انا عندي احتمالين، احتمال ان تكون الدرجة اكبر من او تساوي اكس وفيها بيطبع ناجح، او تكون غير كده. ممكن ساعتها ننهي الخريطة او نطبع له كلمة راسب على حسب ما هو طلب مني في البرنامج. معاملات المقارنة، لما اجي اقول له اكس اكبر من او تساوي او اكس اقل من، فهنا مختلفة احيانا بتختلف في الفيجوال بيزك شوية. يعني اقول له اكس، بشرط ان الاكس اكبر من او تساوي 50. ممكن يكون الشرط بتاعي ان تكون اكس اقل من 50، او اكس اقل من او تساوي 50. اشترط ان الاكس بتساوي واي مثلا، الشرط بتاعي اشترط ان الاكس لا تساوي الواي، ادي لا تساوي، ده الرمز اللي يرمز بيه لايه؟ ب لا يساوي. يبقى يساوي واكبر من واقل من، دي اكبر من يساوي، دي اقل من او يساوي، ودي لا يساوي اللي احنا بنرمز ليها في الرمز الرياضيات بالرمز ده، لكن في الفيجوال بيزك علامتين متقابلين اكبر من واصغر منه، وهذه تسمى معاملات المقارنة. ارسم خريطة تدفق لطباعة ناتج قسمة عددين، واذا كان المقسوم عليه يساوي صفر يطبع كلمة ايه؟ معرف. طبعا انا معروف ان القسمة على الصفر مستحيلة، يعني غير معرفة اصلا، يعني مينفعش اقول له واي مثلا على صفر. طيب في الحالة دي انا هدخل رقم، الرقم ده هو سماه ايه؟ مجبناش حل دي، ماشي نعرفها احنا ونحلها. هندخل رقم اكس او ان واحد و ان اتنين، ماشي، او نمبر واحد ونمبر اتنين. طيب انا ممكن اقسم اي عدد على اي عدد، يعني ان واحد اديله اي قيمة وان اتنين اديله اي قيمة ما عدا الايه؟ ما عدا الصفر. فلو اي قيمتين هيقسم ان واحد على ان اتنين ويطلع الناتج في حالة واحدة بس، لو انا دخلت مثلا سبعة وصفر، في الحالة دي مش هينفع يقسم، لان ما ينفعش يقسم السبعة صفر، لان القسمة على الصفر مستحيلة. في الحالة دي هيقول ان القسمة غير معرفة او القسمة مستحيلة. طيب يبقى في الحالة دي انا هسأل سؤال في شكل قرار، هقول له is num2 اللي هو نمبر اتنين بيساوي صفر. طيب هو لو بيساوي صفر والإجابة yes، يبقى اطبع له كلمة ايه؟ القسمة مستحيلة، او اقول له division is impossible. no معناها ان ال n اتنين نمبر اتنين بيساوي صفر، وفي الحالة دي هنحسب الناتج بتاعنا واقول له ان result بيساوي n واحد على n اتنين، واطبع لي r وانهي الايه؟ الخريطة. هنبدأ تعريف المسألة بتاعتنا ونقول المخرجات هي طباعة ناتج القسمة r اللي هم قسمة عددين اللي هو نمبر واحد على نمبر اتنين، او طباعة عبارة غير ايه؟ معرف او impossible مثلا، بحيث ان هي نقول القسمة دي مستحيلة. المدخلات البسط، يعني هنقول العدد الاول نمبر وان والعدد التاني نمبر تو، العدد التاني هو المقسوم عليه اللي هو ما ينفعش يكون تساوي صفر. فالمعالجة اذا كان الرقم التاني المقسوم عليه بيساوي صفر، اذا اطبع عبارة غير معرف. غير ذلك هنقول له غير ذلك احسب ناتج القسمة اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو يساوي نم 1 على نم 2 واللي هو r بيساوي الكلام ده، وبعدين يطبع ال r، يبقى ده ناتج الايه؟ القسمة. ادي البداية، ادي البداية، ادخل قاسم الرقم الاول اللي هو نم واحد، ادخل مقسوم عليه اللي هو الرقم التاني نم تو. ممكن الاتنين يدمجوا في خطوة واحدة،
بحيث ان اقول له انتر ان نم واحد نم وان ونم تو، ولما المستخدم يجي يدخلها بالكمبيوتر هيكتب اتنين مثلا انتر اربعة انتر، يبقى دخلهم الاتنين في خطوة واحدة او اتنين مسافة اربعة. اذا كان ان اتنين بيساوي صفر يعمل ايه؟ اطبع كلمة غير معرف او القسمة هنا مستحيلة. غير كده هتروح للخطوة رقم سبعة اللي هي بتنهي فيها الايه؟ بتنهي فيها الخريطة. طيب ادي ستارت بداية الخريطة، انتر نام 1 انتر نمبر 2. هنا از السؤال بتاع از نمبر 2 بيساوي صفر، لو الكلام ده ترو هو بيساوي صفر اذا هنا القسمة مستحيلة، يبقى انا برنت غير معرف او برنت اقول له مثلا ديفيجن is impossible. وطبعا لما تطبع جملة في الإخراج هنحطها بين علامتين تنصيص على أساس إن أنت بتتعامل مع نص. طيب no أو false هنا معناها إن ال n 2 بس صفر، يعني أنا ينفع أقسم هنا في الحالة دي. هنطلع ناتج القسمة نحسبه إن r بتساوي نم 1 على نم 2 وبعدين نطبع لي الايه الار، وبعدين في الحاله دي ننهي الخريطه. لاحظ هنا ان شكل البدايه بيخرج منه سهم وشكل النهايه اند بيدخل له سهم واحد، فلو جاي لي اكتر من احتمال بنجمعهم كلهم مع بعض كده في سهم وبعدين ايه مس، لانه ما ينفعش ادخل اكتر من سهم الايه لرمز النهايه، فبنجمعهم كده الاول. مثلا انا عندي 3 احتمالات، ادي الاحتمال الاولاني والاحتمال التاني وادي الاحتمال التالت اهو، طبعت مثلا 4 و7 و20، وفي الحالة دي سواء طبعت 4 او 7 او 20 في الحالة دي هنجمعهم نوصل لايه لاند، ففي الحالة دي بيوصل سهم واحد لرمز النهاية اند. ارسم خريطة تدفق لادخال عدد ثم طباعة نوع العدد زوجي او فردي. انا هسألك سؤال، ايه اللي يحدد اذا كان العدد ده زوجي او فردي؟ اذا كان بيقبل القسمة على ايه؟ على 2. طيب ايه السؤال اللي انا هسأله له عشان اتأكد منه اذا كان العدد ده بيقبل القسمة على 2؟ هقول له مثلا هل ان يقبل القسمة على 2؟ طبعا الكمبيوتر مش هيفهم الكلام ده، انا عايز عملية حسابية. لو انا عملتها شوف الناتج بتاعها ايه وبناء عليه احدد اذا كان الناتج ده او الرقم ده بيقبل القسمة على 2 ولا لا. هي باقي القسمة، باقي القسمة هنا مود، هقوله مثلا اكس مود 2، وبعدين السؤال يبقى از لو الاكس مود 2 بيساوي صفر، يعني مفيش باقي قسمة، يعني الاكس قسمت الاكس على 2 ومفيش باقي، اذا العدد ده بيقبل القسمة على ايه؟ على 2. طب از اكس مود 2 بيساوي صفر، طلع بيساوي صفر يبقى نو، يبقى اذا هذا الرقم يعني الرقم طلع مثلا باقي القسمة 2 او باقي القسمة 1 او باقي القسمة 3، يبقى اذا ما ينفعش طبعا يبقى باقي القسمة 2 ولا كان قبل باقي القسمة 1 او باقي القسمة 3. يبقى في الحالة دي الاكس اتقسم على 3 وكان فيه باقي، اذا الاكس لا يقبل القسمة على ايه؟ على 2. اذا الاكس ده عدد ايه؟ فردي. ممكن نسمي فرد ده مثلا اود، وبيحس ان العدد الزوجي يبقى اسمه ايه؟ ايفن. يبقى اود وايفن معناها فردي وزوجي، ايفن زوجي واود فردي. تعرف المشكلة ان انا طباعة نوع العدد زوجي او فردي عن مدخلات العدد ان، يتم تحديد العدد الزوجي اذا كان يقبل القسمة على 2 بدون باقي، وغير ذلك فيعني ان العدد رقم ايه؟ ان العدد ده عدد فردي. البداية وبعدين ادخل ان، وبعدين اذا كان ان يقبل القسمة على 2 او بدون اذن بدون باقي اذا اطبع ايه الرقم ايه زوجي. ادي ستارت بداية الخريطة، جيت ان
read n input n read n input n اي جملة تنفع. وبعدين هنلاقي is احنا قلنا بلاش الصيغة دي. انا مش هسأل الكمبيوتر، هقول له هل ال n divisible، هقول له is n مود 2 بيساوي 0. يس يبقى ناتج الاسم 0، اذا العدد ده بيقبل الاسم، اذا الرقم ايه زوجي. طبعا هنا برنت هتبقى بين علامتين تنصيص، او اقول له even no معناها ان في باقي اسم، معناها ان العدد ده لا يقبل القسمة على 2. في الحالة دي هتطبع له ان الرقم فردي او odd. وبعدين بتجمع الاحتمالين مع بعض وتنهي الخريطة. ارسم خريطة تدفق الحصول على درجة الحرارة وطباعة اذا كانت اكبر من الصفر او اقل من الصفر او تساوي صفر. يبقى عندنا هنا كان احتمال 3، احتمال تكون درجة اكبر من الصفر، او احتمال تكون الدرجة اقل من صفر، او احتمال تكون درجة الحرارة بتساوي صفر. المدخلات او المخرجات طباعة اكبر من الصفر او اقل من الصفر او تساوي صفر. المدخلات درجة الحرارة دي، طب ما نسميها سي احسن، سيلزيوس درجة الحرارة السيليزية. المعالجة يتم مقارنة درجة الحرارة بايه؟ بالصفر. يبقى عندي هنا كام احتمال؟ 3. هنبص على الخطوات بتاعتي. start بقية الخريطة get دي درجة الحرارة، هل الدي بتساوي صفر؟ لو ترو يبقى اطبع له ان درجة الحرارة بتساوي ايه؟ صفر. طب نو هي ما بتساوي صفر، يبقى في كام احتمال؟ احتمالين، ان هي بالسالب او بالايه؟ بالموجب. يبقى لما اقول له نو يبقى هنسأل سؤال تاني، هل الدي اقل من الصفر؟ ده معناه ان هي سالب. لو ترو يبقى معناه ان سالب يبقى بلو زيرو، يبقى درجة الحرارة ايه؟ تحت الصفر. فولس يبقى هي مش اقل من الصفر، هي اكبر من الصفر. في الحالة دي درجة الحرارة بالموجب يبقى برنت اباف زيرو. يبقى عندي كام احتمال؟ الاحتمال الاولاني ان اطبع ان درجة الحرارة بتساوي صفر، او درجة الحرارة اقل من الصفر، او درجة الحرارة اعلى من الصفر. يبقى عندي هنا كام قرار؟ ادي قرار وادي قرار، 2. نراجع الخريطة كويس ان كل قرار بيخرج منه ايه؟ احتمالين. يبقى ادي احتمال ورا احتمال يخرج منه 2، يبقى في المجموع كله 3، انه صفر او اقل من صفر او اكبر من صفر. وفي النهاية التلاتة بيتجمعوا ويوصلوا لـ end او نهاية الخريطة. اكتب خطوات الحل وارسم ادخال عددين مختلفين ثم طباعة العدد الايه؟ الاكبر. سهل ده. يبقى المخرجات طباعة عبارتين، يا اما العدد الاكبر هو اكس او العدد الاصغر هو، ثم اقول العدد الاكبر هو واي. ما هو يا اما الاكس الاكبر يا اما واي الاكبر. المدخلات هندخل اكس واي حيث اكس لا تساوي واي، طبعا مش هدخل رقمين متساويين. المعالجة او الحل، هتقول هنا الايه؟ المعالجة او الحل اذا كانت اكس اكبر من واي، اذا اطبع العدد الأكبر هو x، غير ذلك اطبع العدد. طبعا لو ال x مش أكبر يبقى ال y ايه؟ أكبر، بما ان انا دخلت عددين مش متساويين. طيب خطوات الحل، واحد البداية يعني، 2 ادخل
العددين اكس وواي 3 اذا كانت اكس اكبر من واي 4. اطبع العدد الاكبر هو ايه؟ هو اكس. غير ذلك لو 5 اطبع العدد الاكبر هو واي، وبعدين نهاية الخريطة او نهاية الايه البرنامج، خريطة التدفق. ادي ستارت، ادي رمز الادخال اللي هندخل فيه اكس واي، ادي رمز القرار يس، وادي نو. ادي ستارت، وبعدين جيت اكس فاصلة واي، بدخل الاكس والواي. هنا اسأل سؤال، از اكس اكبر من واي؟ الاحتمال الاولاني ترو، الاحتمال الثاني فولس. يبقى لو الاكس اكبر من واي اللي هو اجابة يس يعني، يبقى برنت ايه؟ ذا جريت نمبر او العدد الاكبر هو اكس. لو الاجابة نو يبقى العدد الأكبر هو ايه؟ y. the greater is y او العدد الأكبر هو y. وفي هنا سهمين بيتجمعوا في نهاية الخريطة end. استخدم الخريطة للتدفق لحساب مساحة دايرة r، ثم اعد رسم الخريطة التدفق بحيث تظهر رسالة غير مسموح ثم الخروج من البرنامج. امتى بقى؟ لو انا ادخلت قيمة r اللي هو نصف القطر بالايه؟ بالسالب، لان مفيش نصف قطر في السالب. فهو هنا عايزك تعمل ايه؟ خريطتين. الخريطة الاولانية هتحسب لك مساحة الدايرة مباشرة، يعني هتبقى بداية الخريطة، وبعدين هندخل نصف القطر اللي هو r get r، وبعدين هنحسب المساحة area بتساوي باي ار تربيع او اللي هو باي في ار في ار، ماشي. وبعدين هنطبع برنت اريا، وننهي الخريطة. طب في الحالة التانية بقى هيبقى عندي احتمالين. احتمال ان انا احسب مساحة الدايرة اللي هي area واطبعها، واحتمال اقوله ما ينفعش. ليه؟ لان انت مدخل لي مساحة نصف قطر بالسالب، وده ما ينفعش. في الحالة دي هنرسمها ازاي؟ هنرسم ادي بداية الخريطة، وبعدين الادخال، واقول له ايه؟ read r اللي هو نص الايه القطر. وبعدين هسأل سؤال بقى، is r اكبر من او تساوي صفر؟ لان هي لو اكبر من او تساوي صفر يبقى انا هحسب المساحة واطبعها. طب غير كده هطلع له رسالة واقول له معلش انت ايه مدخل لي قيمة غير مسموح بيها. هنا ستارت. طيب خطوة جاية ايه؟ اقرب شوية. يبقى هل الار اكبر من او تساوي صفر؟ عندي الاجابة ان ده ترو او الاجابة فولس. ترو يبقى ار دي اكبر من او تساوي صفر، يبقى قيمتها موجبة. في الحالة دي هعمل حاجتين، هحسب المساحة، هقول له اريا بتساوي باي في ار، في ار اللي بار ار باي ار سكوير او باي ار ايه تربيع، وحسبها خلاص بقى اطبعها
عشان المستخدم يعرف المساحة بتساوي كام. print عفوا print ايه area. طيب لو القيمة هو ألف الرسالة ايه بتقول له ايه غير مسموح، يبقى هنا لو القيمة بالسالب، لو قيمة r بالسالب يبقى مش هينفع احسب الايه المساحة. في الحالة دي هتطلع له رسالة وتقول له ايه غير مسموح، print غير مسموح، وفي الحالتين توصل لنهاية الايه الخريطة. هفترض ان عندي متغير اسمه اكس، وان الاكس ده بيساوي 17، والبرنامج لقيت فيه ادي طباعة، رمز طباعة، وهنا رمز طباعة، وهنا بيقول لي print x، وهنا بيقول لي print بين علامتين تنصيص x. ايه الفرق بين الاتنين؟ ان انا لما اقول print x ده متغير واسمه x، ده متغير واسمه x، يبقى انا بقول له اطبع قيمة الx، يبقى هو هيشوف الاكس بتساوي كام. بتساوي 17 هيطبع 17، بيساوي 20 هيطبع 20، بيساوي 100 هيطبع 100. انما لما اقول له برنت بين علامتين نص اكس، معناها اطبع نص المحتوى بتاعه اكس، في الحاله دي هيخرج اكس، اكتب اكس بس، اكس بقى ب 100، اكس ب 17، اكس متغير اكس مش متغير. انا حطيت له علامتين تنصيص معناه ان هو هيطبع اي حاجه بين علامتين تنصيص. يعني لو قلت له برنت بين علامتين تنصيص x x x x هيقوم تابع لي x x x x، اي حاجه بناء على النص ايه هيقوم تابعها. يبقى انا بستعامل هنا مع ايه، مع نص. كده خلصنا الامثله اللي هو اتكلم فيها عن التفرع البرانشنج واتخاذ القرار. وباذن الله في الدرس الجاي هنتكلم عن حلقات التكرارية أو لوبس. قدمه لكم باسم الغوالبي. You can ask المراسلة at الغوالبي at gmail.com. أشكركم.